من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غدوة. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يسلكم صوت يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام، نهار كله حب ان شاء الله على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. اليوم 14 فيفري 2023، 14 فيفري هو تاريخ عيد الحب، هذا المتداول وهذا المعمول به. ان شاء الله ايامنا كلها حب، ونقول نحبك للناس اللي نحبهم وللناس اللي قيمتهم ووجودهم في حياتنا مهم. أنا تحية طبعا لكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، وتحية خاصة جدا لمستمعينا اللي خارج حدود الوطن اللي قاعدين يتفاعلوا معنا نهار بعد نهار، ويقولوا قاعدين تعيشوا فينا في أجواء تونس بالروح متاعكم، بالمعلومة وبالضحكة في السياتين من زمان. هذوما موعدكم مع الدوامة بلوس. اليوم البداية باش تكون عيد الحب، أهم وأبرز المواقف مع المجموعة نحكيوا فيها حب، ثم نحكيوا جورج وسوف يصدر أغنية جديدة نص عمري، هو العنوان، هدية لابنه اللي توفى تقريبا من 40 يوم في ذكرى الأربعين متاعه. اليوم جورج يخرج الأغنية هذية، نسمعه نحكيه عليها. وأيضا مواصلة تسونامي الإيقافات بين مؤيد ومندد، بين الأسباب والكواليس والحصريات نعرفوا الإجابة بعد مع الفريق. نحكيه سبور، مسلسل الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني متواصل الحلقة الثانية اليوم، مش نعرفوا وين وصلت آخر المعطيات. ومحمد المكشر يعود من جديد على رأس النجم الرياضي الساحلي، كيف ولماذا بعد شوية نحكيوه، لكن هات نتعرفوا تسويت على الفريق. ملك الكلمات وشاعر هذه المجموعة، و أنا ما نجمش ما نقولش فيه كل كلام الغزل كابتن خالد التويتي اللي عودتنا بالقصائد وبالشعر نتاعك في هذا الفريق. ساعة كل عام وانت حي بخير إن شاء الله في هذا عيد الحب الجميل، وتحياتي ليك. كل عام وانت حي بخير و... نبرة الحب. كلها حب، نبرة كلها حب. بالحق أقوى حاجة في الدنيا هو الحب، بالحق الحب محليك اللي يحب العباد، يحب الخير للناس، حاجك اللي تعمل حاجة متاع حب تحسك اللي دغديغة في القلب هكا محليها. وانا اكثر عبد نحبه محمد في الدنيا، نحب امي برشا، ربي يفضلها. يا ست الحبايب يا حبيب، ربي يفضلها لك كابتن. تو باش نهدي اغنية الحسنين، اي اش تقول حسن ما يحبك الاغنية القدم، حبيتك وبحبك وححبك على طول، يا عيني مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول، حبيتك وبحبك وححب اللي بيحب. يا عين يا عين يا عين، هذا هذا غزل اللي تحرش تاع حب تحتفل بيه خالد عيد الحب، تحتفل بيه تقول بيه عيد الحب. سي نورمال، واحد جي فين مو اوكي بعديز مو يحتفل بيه ويكون بوزيتيف في هكا، معناها هديه شويه. اي سي نورمال، لازم تكون بوزيتيف. اي من بعد تو نكشف المستور شنو هو الهدايا اللي جات وشنو هديته. نمشي الملك الهدايا اللي من نهارين تقريبا احتفل بعيد ميلاده، ما عندكش فكره على الملام اللي جاني البارح كيفاش نسينا عيد ميلادك سي حسنين. بالعكس سي حسن بن عثمان، بمناسبه عيد الحب ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ربي يفضلكم. وجيت باللون الرسمي للحب او كالاحمر موجود. ايه الاحمر والابيض يا اخي، حب بلاش سلام يا اخي. موك ايوه، ايش حب انت؟ احكي لي عن الحب، ايش يعني لك في حياتك؟ أنا ولا تحتفل بقرة العنز؟ ذكرني في المطربة العظيمة اي ام كلثوم، ايش تقول؟ تقول حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، ظلمه ليه دايما معاك، ليه بتتجنى كده على الحب، ليه ليه بتتجنى كده على الحب، ليه ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. يا عيني عليك، كان هواك شوف شوف الكلمات يعني، والرقة والعلو والسمو، يعني الحب ذاك الأم كلثوم في الأغنية يعني تلوم من يحتكر الحب أو يدعي الحب أو أنها الكل يثرثر حول الحب. صح، ولا تياتر شوية من أم كلثوم. نسمع قاعدين، أنت مش حاط الكاسك. حسنين وتحتفل بيه مع العائلة، تاخذ ورد، تاخذ حاجة هدية للزوجة اللي مستحملتك وهي مناضلة يعني مضحية. صحيح، مناضلة 40 سنة في زواج معاك ولا 50 سنة؟ 50 40 يعني 40 سنة، تبارك الله. يعني شو تحتفل عليها ويعني أعرب لها مجددا يعني عبر الإذاعة والتلفزيون متاعكم عن حبي،
وأنا في العادة يا حبيبي حين أعبر عن حبي أعبر عنه كنت في الضوء كنت في الضوء نعبر عن حبي ما نحبش يعني ظهر حبي والأضواء يعني مسلطة. صراحة تقول لها نحبك زوجتك؟ قلت لها نحبك هكا بصريحة لايبر؟ لا نقول للناس أخرين مش ألف مرة نقول لك يا حبيبي أنت. لا لا نحبك هاك الكاميرا قدامك وجهك لي من زوجتك. نحبها ونحبك ما نحبكش شنو نحبك هاني نحب فيها أنا هاني النهار كله أنا نحب فيها ونكلت ونحب فيها ماليش أنا بعد جاي نرجع نحكيه على البدايات كيفاش تعرفت عليها أه؟ بعد نرجع للبدايات جايك اليوم حلقة الحب ما عندك وين باش تهرب حسنين نمشي ولل هو سيد الرئيس بكل الأناقة اليوم في نهار سبيسيال برشا هو عيد الحب التبسيمة هذه تعتبني نتعدى لتقولك أكسي حسن كامل معاسي حسن لا جايك ترقل علي بتحياتي تحياتي أستاذ مرحبا يا أهلا وسهلا محمد مرحبا خالد مرحبا حسن مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا مرحبا بضيفة الطرقات ملك اللي منورتنا اليوم وكيف كيف مرحبا بيفهم الكل العائلة وعيد الحب شو يعني لك طارق؟ والله يعني لي برش حاجات مش اليوم هو الحب يعني في حد ذاته هو اليوم هو رمزية اليوم في الاحتفال ممكن في الذكرى في انك تخلد يوم فرحة ولا يوم حب ولا يوم هدية لكن الحقيقة الحياة هي الحب الحياة ما نحصلهاش في نهار ولكن ديما ثم رمزية متاع عيد الحب أنا مع أنه إذا كان ثم حاجة باهية لما لا الاحتفال بها لما لا تخليدها لما لا التواصل فيها حاجة باهية مش معناها أنه هذاك يلزمك تعمله ولا وجوبا تتغشش مثلا الزوجة كي واحد ينسى عيد الحب طارق ولا حاجة نحن يميتنا الكل عيد حب ما عندناش يوم 14 فيه طارق بديت نحفظه عنده تبسيم تعديني بالسؤال هذا بديت نعرفها الكريماس غادي وين نشد طارق تتغشش الزوجة كي واحد ينسى تواريخ مهمة مثلا عيد ميلاد ولا تاريخ الزواج نتصور تواريخ أخرى مش تواريخ 14 فيفري لأنه هو معلوم لعموم السكان الأرض فهمت؟ أيوة. لكن اعتقادي أنه تواريخ أخرى ويظهر لي محمد أو جايك الترين وانت إن شاء الله تركب فيه قريبا إن شاء الله وحبيت نسألك على البوست اللي هبطته على الانستغرام ما عرفتش شكون تو بعد نرجع لك خاطر مدام بربشتني تحمل مسؤوليتك انا راني انسان ناخو ونعطي يعني معك انا معك نتصور المراه بصفه عامه تحتفل مش بايام هي ما تغشش برشا على عيد ميلادها يمكن تغش على اول ذكرى اول لقاء تاريخ زواج الزواج الحاجات المشتركه اللي تعيشوها مع بعضكم لانه الحقيقه المراه تعطي اكثر من اللي تاخذ نجم هي تذكرك في اعيادك وانت تنسى للاسف نحن الرجال كاين النساء كلام جميل على الحب من هذا الفريق على النساء فما عباد ما يعرفوش يتكلموا واحد جا لوحده ليه واحد جا لوحده قالت له قول لي كلمه حلوه خلاص سكر قلت قولي كلمة تربطنا ببعضنا خلاص أحبل نمشي لعمل الكياسات بعد نرجع نحكي على ذكريات الحب ما تبقى من هذه السنوات يعني في غربال الزمن شنو بقات القصص اللي ما نسيتهمش ونعطيكم معلومة يعني كان ذيفي في يوم الأيام نجي جلول وعطاني يعني لمسة تاريخية لهذا سان فالنتان أصله منين وتسيكون مفاجأة للفريق كان ما عرفتكمش المعلومة نعم في روايات في ثلاثة روايات لا مش لماذا سمي من هو سان فالنتان بعد شوي نتعرف عليه أحوال الكياس تود سويت مع ملك ورجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة يا فهم على راديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم بداية حلقتنا في الدوامة بلوس اليوم بحذايا حسنين حسن بن عثمان الرئيس الأستاذ طارق العليمي والكابتن والكوتش خالد التويتي ما غير ضيف حلقة اليوم ضيفنا في اللحظات الأخيرة تعذر علي الحضور مش مشكل نتفاهموا ذلك الفريق موجود وحاضر لتأمين ساعتين من زمان بعد شوي نرجع نحكي معكم على ذكريات الحب في موعد وتاريخ هذا الحب نحكي أيضا على الإيقافات اللي صارت في تونس ونحكي وكرة قدم لكن قبل آية بالغايب تعمل بينا دور على أخبار العالم في أقل من دقيقتين آية بالحاضر ولي تسمع تدجوي طيب عسلامة ومرحبا بكم كل هذا في برنامج دوامة بلوس باش نعملوا بكم جولة على أهم الأخبار العالمية اللي صارت في الساعات الأخيرة نبدأ بأمريكا مسلح يطلق النار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ غربي ديترويت الأمريكية وشرطة المدينة تتحدث عن وقوع 3 قتلى و5 جرحى وهروب المسلح
نمشيو للجزائر وين صرح وزير المجاهدين في الذكرى 63 للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إنه التفجيرات هذه جرائم حرب وقتل مبرمج ضد الشعب الجزائري، ويعتبر إنها أهانت بحياة الإنسان ومستقبل الأجيال في الجزائر. أما في سوريا، اليوم وصلت طائرة مساعدات من السعودية إلى حلب وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية، كما قال إنه هذه أول طائرة ATM السعودية تهبط على الأراضي السورية منذ أكثر من 10 سنوات. نكملوا بأمستردام اللي تستضيف أكبر معرض استعادي على الإطلاق للفنان يوهانس فيرمير، يضم 28 لوحة معارة من صالة العرض ومجموعات خاصة من كل أنحاء العالم. جولتنا لليوم وفات، باش نخليكم تتابعوا أهم الأخبار الوطنية، ثقافة، سياسة ورياضة. كويز محمد الخميسي مع كامل الفريق. شكرا ايا بالغايب، وتحية ايضا لعزة تويتي في الاخراج اللي تأمننا تقريبا كل يوم سواتي من زمان هذوما. البداية والرحلة تبدأ بذكريات عيد الحب. قلت في يوم الايام كان ضيفي هوني نجي جلول واعطاني معلومة على جنسية سان فالونتان. حسب رأيك منين خالد سان فالونتان؟ تونسي. تونسي. طارق. يقال انه في الامبراطورية الرومانية القديمة. الرومانية القديمة. وحسنين الأستاذ نجي جلول. أيوة. هو مؤرخ. أي. ومغروم بك الحقبة ذيك القديمة. أيوة. والحفريات هذه. وأتصور يعني تونس يعني في حين كانت يعني تحت مع الرومانية، مع الرومانية يعني ضمن الإمبراطورية الرومانية، كانت عندها يعني برشة مساهمات حضارية عظيمة. أي. وأنجبت يعني الجنسية شيء ممكن تونسي. تونسي ومجلس، يقول تحديدا نجي جلول برشة، ويقول في أصله من جلاس، وهو اللي تسمى عليه عيد الحب هذايا. دونك اليوم نحن كي نحتفلوا به راهو حاجه رمزيه. قبيله قال طارق يعني ايامنا الكل حب، لكن التاريخ هذايا فيه من الرمزيه. فما ايضا الناس اللي تفلت الفرصه باش تقول نحبك الانسان، ثم الايام تختفوا منه لطف. قداش من واحد يخسر حبيب عليه ولا يخسر عبد عزيز عليه وما يقولوش نحبك في الوقت هذاك. من بعد باش تسمعوا كلمات غنية جورج وسوف اللي هداها لابنه في ذكرى وفاته، يقول له قلت أدفع نص عمري، يعني نعطيك نص عمري بس أعيش وياك شوية، يعني كان زدنا عشنا مع بعضنا شوية. باش تسمعوا الكلمات، نبرة الحزن اللي كانت موجودة زادة في صوت جورج وسوف. نبدأ بالذكريات الجميلة المرة هذه، والبداية معاك حسنين التنهيدة، ما تبشرش بحد شيء جميل. شو تنهيدة؟ تنهيدة يعني لأنه ذكرتني في طفولتي و... أيوة. وصبايا وشبابي. يا عيني عليك. يعني الحب دائما مرتبط بالتوهجات والتقارب. أما توشبت ما عادش أنا. شنو الحب؟ أول حب تتفكر في حياتك؟ أول حب كان الحب الافتراضي. كنا نحب افتراضيا، يعني نحب الحب في الروايات. تقرأ رواية، نذكر مثلا في الصغرى، أنا في الصغرى أول رواية دوختني وبكيت وحسيت. أيوة. وتعذبت يعني مع البطل والبطلة يا أخي. بولو فريجيني. أيوة. معنى مترجمة هي من الصادرة في اللغة العربية، وقرأتها يعني وانطبعت في ذهني تلك الرواية وأتذكرها إلى حد الآن. وفيها أحداث درامية بالقدام معناها، وأمطار وحسيل وفيها ظنات والبطل يموت في ثنية وحسيل. كوارث الحب ده يزيد. أيضا لا تنسى جانبه الآخر مرتبط يعني أيضا بالعذاب، ولذلك يعني عشت الحب هذي العنيف. المغرمون والهانون دائما يعبرون عن أشواقهم وعذاباتهم في الأشواق. وثم لا تنسى أنه التاريخ العربي الإسلامي تاريخ عظيم متاع حب، هذا ننسوه. ولأنه علاش تاريخ الحب؟ لأنه الذين قالوا بالحب في التاريخ العربي الإسلامي ظلموا، أو يعني وقع نبذهم، وأنا أقصد هنا يعني المتصوف والمتصوف الكبار. وأذكر لكن من بين يعني من بينهم الشيخ ابن عربي الشيخ الأكبر اللي يقول ودين بدين الحب أين توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. شوف ما أعظم الرقم. الله عليك. وابن عربي رأوا من جهتنا، هو رأوا أندلسي. أي. وجاء لتونس وقابل يعني معناها حب حياته. لا شو اسمه رسام تونسي جده عبد العزيز اللي في سيدي اللي الآن في المرسى تركي. لا عبد قديم بول نجال المهداوي، عبد العزيز المهداوي. المهداوي. اي فوالا
عبد العزيز المهدي الله يرحمه وضيع من الكبار. يعني احكي لي على حب عنيف، عشت شي حب عنيف سي حسن؟ عنيف عنيف عشت عشت بحلقات حلقات يعني كمسلسل حاجه. شنو حب عنيف؟ حب عنيف الحب هذا اللي قريته في الروايه نتاعك ولا اللي نشوفوه في الافلام؟ هذاك هو قاعد في الافلام وفي الروايه. ما فماش واحد ما تعديش بالحب هذا. حب يعني حب ضربات هكا كمان ما غادي. شنو هو الحب هذا؟ انا انت اقعد راوغ من وين نجيك من؟ لا لا معناها الحب نتاع قيس وليلى والحب نتاع روميو وجولييت وكالامور وهذه بولو وفريجيني هذه قلت لك خير في الروايات. باهي زوجتك كيفاش تعرفت عليها؟ اوه يا دي امي حمل نقول نخرب لك انا يا ودي صلى على محمد بالله بجرب. كيفاش عرفت؟ شو كيف تعرفت على زوجتك؟ نجم انت وقت في عرس اختي، في عرس اختي قابلتها هي تشرح وانا مريقل كذا اترنح بطبيعي وبدينا نشرحوا مع بعض. هذا هو كيفاش يعني من الناس اللي بزنس في العروسات يا ودي في العروسات وفي الطريق العام وشنو بزنس يا اخي هذاك هو شنو؟ وتعطي نمروك بالكيب اللي شغال ما فماش ما كانش فما نوامر يا ودي نمروك فيكس فيكس ما فماش ما فماش ما فماش هذه اشياء حديثه جدا. كان حب من اول رقصه انت ودي كان الحب بالكتابه قلت لك الحب يعني والافتراض والكتابه والمسلسلات والافلام والاشياء هذه هذيك هي كانت فرصة جميلة والله فهمتني ممتاز. تعرفت عليه في عرس برقص يقولوا كنت تعرف تشتح يقولوا إيه نعمل ضربات كان ذلك في حالة يعني ما أنا راقصة أرقص نمشي النجم ترى النجم هذه المجموعة وانت كنت لعب كرة قدم وعندك من الشعبية معناها كنت تعدي العباد الكل تعرف خالد التواتي. احكي لي على الحب اللي عشته في الفترة ذيك والمعجبات كيفاش كانت الجيستيون نتاعهم مش كيما قبل خاطر تعرف كوارجي مش كيما عبد عادي معناه ايوه انا حتى مرتي خذتني في مش كاحسن معناها حبيت تقول لي نحبها معناها وبالرغم محمد تو بعد نحكي لك حكايه مرتي وقفت معايا في برشا دي مومو وربي فما دي مومو كي صارت لك البروبليم تعرف خرجت والله وقفت معايا مشيت معايا للهند مشيت معايا لامريكا اصحاب مانيش وتلمو اللي نحبوا بعضنا خاطر راهي تصير المشاكل في الدنيا اليوم حتى كي اونيون سيباراسيون تكلمني كيف فما حاجة للأولاد نكلمها كي تستحق حاجة ممتاز قادة العلاقة به باحترام ليه فما الحب على خاطر راهو الحب احترام مش كلام الحب مواقف عمره ما كان الحب الكلام تو الناس كل تحكي لك صح 50,000 حكاية دونك اليوم ديما نقول صحيح الكلام هو شو تقول أم كلثوم في قصيدة هذه واحد مصري فالحب كيفاش اقرب الميكرو اقرب اقرب تقول كان كان هواك خليك ملك ده أنت لو حبيت يومين حبيت يومين نهارين خالصين حب 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 ده هواك خلاك ملاك راه رجعك ملاك شوف الصورة شوف يعني عظمت الصورة يعني شوف الرقي والسمو أيوة في العملية هذه أيوة نحن الحب شنو الحب هو ممارسة ونحن ومواقف لا ممارسة الحب يعني دائما مرتبط بالفلانية مش بالعواطف وبالسمو وكذا كذا مرتبط بإنجاب الأطفال بإنجاب الأطفال أيوة احنا البليبار متاع الحب يروي يجيب العشرة يا محمد باهي يا خالد احكي لي على فترة نجوميتك وقت اللي انت نجم كوارجي كانوا فما معجبات كانوا فما برشا معجبات يا اخي يجيوك معجبات كانت برشا معجبات في الاخر بكل الشوالي عملته باهي ونجحت فيه وكهو زوجتك عرفت كنت نجم معنا اي عرفتني وانا نجم ومالقري فما حاجات راهو فما قبل حتى كي نجم فما اللي ناس اللي عارضوا في الـ في الـ في الماخذه فهمت كيفاش وهي كل شهاده تصحيح دونك اي دونك حتى ديما كيما نحكي لك محمد الحب راهو الحب لازم ديما يقعد مش كي فما هكا بروبليم خاطر في الدنيا راهو ما فماش عباد يعيشوا ديما فما اللي هو اللي با العمر الافتراضي العمر الافتراضي للحب قديش كي واحد يتمكن يقول لك الحب صحيح ما يموتش كي يتمكن به العشق او الحب لشخص او لشخصة كم يستغرق لشخصة هك لشخص او لشخص ما كم يستغرق الامر من الوقت لكي يشفى الانسان من ذلك الحب كم يستغرق الناس الموت جيب لنا في الكويت انا نكوس فيك حسن فما يقولوا يستغرق من عامين الى عام نحب نسلم برشا على صديقنا حسن يزيد يسمع فينا توا ومعاه زوجته في السياره اميره يقول لها نحبك بمناسبه عيد الحب يستنيه في بامبينو ان شاء الله ربي يوصل بالسالم اول طفل ان شاء الله ربي يرزقهم في الخير والبركه مش سهل واحد باش يعمل ديكلاراسيون هكا يستغل الفرصه يقول لي هاي بجنبي توا المدام هكا في اطار المفاجاه نسلموا عليكم برشا ربي يدوم عشرتكم وتوصل بالسالم ان شاء الله وديما فرحانين وديما تعيشوا الحب في كل حالاته الاستاذ ايه خالد بسرعه فما حب وفما كود فودر اي صحيح فما حب وفما كود فودر الكود فودر تمشي ما الحب يقعد
أيوة الحب ذاك من النظرة الأولى يوفى بالإعجاب بالنسبة لخال. يا ودي فما مذاهب ومدارس وحكايات وخرافات. الركسوا تو مع طارق. اي طبعا 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 ما جيتش. اي طارق احكي لي متوفر بالشبكة سي حسن. باهي سؤال الكلمة سي حسن. نبدا معاك طارق ديريكت تسمع السؤال والموضوع. رفعت اخلاق ونظافه يعني كلمات ايه؟ وتحفظات نبيله تحفظات اي والله يصعب محاورته ايه؟ لا باهي هو كاك اخويا عنده حق ايه رجل يعني خلينا نخرج منه المعلومه خلي الكلمه للبعض الزملاء ما يحبش نحب نعاونه ماكس تفضل اي طارق احكي لك سمعت السؤال الموضوع العام بلاش مش نحكي تو انا عبد يحكي شنو طارق احكي لي طارق انت عملت فضل. الخطوه الاولى في العلاقه في الحب انت تقول نحبك انت اللي بادر نعرف اليوم عندك حب ترى فيه كل يوم ونعرف علاقتك بقمر بنتك أي. ربي يفضل نحكيو على ام قمر توا يا سيدي باش ما نرجعش بيك للذكريات ها حطوا لك تصويره ممتازه زيت على بسكليت و... وبتجري وراها بوكي ورد جميل التونو باهي الحقيقه عجبني التونو مزيان مزيان والله مزيان قول لي التونو مزيان يعجبوني اللبسه دي. خلينا كمان احكي لي طارق خلينا نحكي لك الصوره هكا توا هكا يلا طارق شوف احنا في الساعه الاولى ولا في الثانيه ولا تسمع ساعتين لا شوف ما نعرفش انا راني متحفظ بطبعي في الحكايه هذه لكن اللي نعدك به انه ناحيه التحفظ هذه في الموسم الخامس من الدوامة بلوس توعدنا الراديو علاش على خاطر اسمه محمد الخماسي هو اسمه محمد الخماسي انا ديما مع المخططات الخماسيه في الحياه أيوة. عامه اؤمن بالمخططات الخماسيه في الهواء من أيوة. وبالتالي نعدك في الموسم الخامس محمد يرفع عني الحرج ونصارحك بالحاجات اللي نعتبرهم اللي هما يدخلوا في الباب نتاع داري كي ندور المفتاح وندخل داري لكن انا نوعدك لكن نظرا لل 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 للاخوان الطيبين اعطينا شويه لمحه صغيره انت بدرك بالحب انا نحب نحكي لك على الحب انا نمن انه الحب افعال باهي ومش اقوال الحقيقه الحب في المواقف الصعبه الحب في الغش الحب وقت اللي تيح بالعبد الحب في المرض وقت اللي تيح بالراجل ولا بالمراه الاوقات الصعبه هي اوقات يعاود في اللي قلت فيه هنا طيب والله بالحق يفسكي يفسكي عاود في اللي قلت فيه بالحق يا طارق باش نتعلم انا ايماني هذا ايمانك وقناعه اثنين احكي لي على طارق العليمي طارق العليمي بدرت انت بالحب طبعا من بالحب اكيد بدرت انت في العلاقه بالحب أنا نقول مادام ربي رزقني بابنة أحبها وأعشقها فإنه أكيد إنه العلاقة كانت علاقة حب. مثلا باش نحكي لك على حبي لبنتي وكي تجيب كي تنجب في الحياة هذه تفهم معنى الوالد والوالدة، تفهم صح. حب الأب والأم، صح. تفهم شنو معناه هو يبدا يستنى فيك وأنت تقول له شبيك تستنى فيا، تفهم إنه أمك تبدا مرجتك بالتليفون وأنت تقول لها أمي راني كبرت. صح. كي تجيب تحس بمعنى الحب هذا الحب الحقيقة ما يجيش أكيكة وما يتعطاش أكيكة ربي يدوم علينا أيام ربي يدوم علينا الحب يلا خالدي بادروا بالحب قولوا الحب عبروا عن الحب حبوا الناس اللي معاكم عنقوهم اقعدوا معاهم حبوا عائلتكم ما تقعدش في حسرة تقول يا ريت صحابكم الأوقات الخايبة خليها تعدى في ساعة هز التليفون وأرجع مع صاحبك ولا مع زوجتك ولا مع أبوك ولا مع أخوك راهو الأوقات الصعبة صعيبة وحبوا بعضكم وكا. يلا خالدي والله عندي ولد عمي حسن أمه قالت له أبوك عمره ما قال لي نحبك قال ميمتي نحن ثمانية كان قال لك نحبك الناس 36 حسنين اسمعني بربي نايا بسرعة يعني في المناسبة هذه فما يسود كلام القطيع وكلام القطيع راه عادة يفقر المعاني ويشد يعني يحصر الحب ويفقروه يعني يحصروه في تركينا متاع العواطف أو شيء من هذا القبيل في حين أن الحب يفيض على الحياة جميعها لا ننسى يعني من الحب الإلهي أيضا أو العشق الإلهي طبعا ولا ننسى أيضا حب الوطن والغناء تقول حب الوطن إيمان والبر بالوطن وكذا كذا مستويات الحب والعطاء والسخاء في العطاء يعني عظيمة ونحب نحيي شهداء هذه البلاد الطيبة قبل الثورة طبعا وبعد الثورة شكرا لك حسنين على هذه البلاد حقا شكرا لك وفداها بدمها شكرا لك حسنين على هذه اللفتة الجميلة بحب. انا عندي ما نحكي لك انا عندي ما نقول لك عندي ما نقول لك الضيف ما جاش نحسبوك انت ضيف نحسبوك مازال خارج دايرك حط لنا الدواء حط لنا الموسيقى لا 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 لا
الكلام اللي قلته كله جميل، واهم ما تقال تقريبا انه الحب افعال، الحب مواقف، الحب مش مجرد كلمه ولا مجرد يوم نقولوا فيه نحبك هكا ونتعديها. والحب هو انه تقف مع الانسان اللي ما تستنيش منه مقابل، تعطي ما غير ما تستنى رتور، تعطي قلبك وتبدا فرحان على قد ما تعطي، على قد ما تكون نسبه رضاك عاليه. حب العائله خاصه، وحب الام وحب الاب، كما قلت طارق نقطه مهمه جدا قلتها، قولوا نحبك للي نحبهم. ساعات نقصروا، انا واحد من الناس من المقصرين جدا، خاصه في كلمه نحبك لامي وبابا. من المقصرين جدا، كلنا نحاول نظهر لهم، لكن كلمه نحبك صعيب خروجها. دونك نستغل اليوم الفرصه، قول لهم راني نحبكم برشا، ربي يديمكم تاج على الراس ان شاء الله، ان شاء الله نكون الوليد اللي تفتخروا به واللي تقولوا هذا ولدنا ويشرفكم. قبل ما يفوت الوقت انتم زاد قولوا نحبك اللي نحبه، على خاطر باش تسمعوا جورج وسوف شنو الغنية ودرجة الألم اللي قال بها الكلمات هذوما الولد وديع في الذكرى الأربعين واللي تزامنت مع عيد الحب. نسمعوا هذا جديد جورج وسوف وراجعين. نص عمري، هذا جديد الفنان جورج وسوف. والبداية توتسويت بأخبارنا السياسية، نرجع للشأن المحلي. والبداية بتصريح لرئيس الجمهورية منذ دقائق تقريبا في لقاء مع وزيرة التجارة، نسمعوا مع بعضنا ونحكيوا عليه. كما قلت تقريبا من منذ دقائق، رئيس الجمهورية يؤكد وقت لقائه بوزيرة التجارة أن الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هما اللي يقفوا وراء الأزمات اللي تتعدى بهم البلاد على مستوى توزيع السلع والترفيع في الأسعار وغيره. نسمع مع بعضنا شنو قال رئيس الجمهورية. فلا بد من التصدي إليهم بقوة، بقوة القانون. وليعلم هؤلاء المجرمون الذين باعوا ضمائرهم، بل ليست لهم ضمائر على الإطلاق، ليعلم هؤلاء أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل وما زال يفكر أن يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين عدد من السلع. لقد أظهرت الإيقافات الأخيرة أن عددا من هؤلاء المتورطين المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات، هم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار. عصابات منظمة للأسف هي التي تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة. كان هذا الكلام تاع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. ذلك أول مرة الرئيس الجمهورية يكون التصريح بعد مجموعة من الإيقافات. البداية كانت بالخيام التركي، كمال الطيف، الأزهر العكرمي، بشير العكرمي، الطيب راشد وغيره من الأسامي اللي كانت لشملهم الإيقاف. أول مرة رئيس الجمهورية يعني الفعل مش مبني لصيغة المجهول، في انتظار التأكيد مع القضاء الملفات تثبت إدانتهم ولا لا، لكن أول مرة ظهر لي أحسن بن عثمان نسمه قيس سعيد يتكلم هكا، يقول هؤلاء المجرمون، كأنه الخطاب موجه للي يشملهم الإيقاف في الأيام الأخيرة. أي نعم، أنا نشد من الخطاب هذا يعني أنه لابد من تتبع هؤلاء اللي شدوهم واللي يحب يشدوهم واللي من عشان اللي يعني بالطبيعة يعني البلاد يعني هيك تغسلها. ما وصلتش وحدة لهذا، ما فهمش هون ثم جهات وأطراف وأفراد وصلها اللي ما نحن فيها هي ما تحمل مسؤوليته. أما بقوة القانون، السيد الرئيس قال بقوة القانون، نحب قانون قوي يعني نزيه وعادل ومنجز، صح. يعني وباش يتصدى لهذا الموضوع، ونحن هذه فرصة الحقيقة أمام تونس باش القانون يعني التونسي اللي نشكو منها، يعني القانون التونسي فيه مشكلة كبيرة ياسر باستمرار كان تابع السياسة القانون في تونس، يعني كان الرئيس دائما الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقانون أو للمحاكم أو شيء من هذا القبيل، من بورقيبة إلى بن علي إلى تو، وتو نحن في فترة استثنائية. لكن بعد الإيقافات هذية وعديد الأسامي ما نخافوش مرة أخرى مثلا ليكون نفس الإشكال، إيقافات ثم نلقاو الملفات لا تثبت إدانة ولا حاجة؟ هذه ربما يعني كرتوش، هذه كان يعني إذا كان يعني الكرتوش هذه طلعت مزيفة مثل بعض الكراتيش الأخرى يعني خيبة المسعى. نقول يعني يلزم يا أخي، ومع أنه دائما أشدد يلزم الناس تأخذ حقوقها، اللي يعني معناه ملف وفارق يعني هيك هو يسيبوه يعتذروا له ويعوضوا له،
واللي ملفهم معشعش ومريقل وكذا كذا هي يا أخي مور هنا ويحطونا في السحن لكن اليوم بجيت على رئيس الجمهورية يقول الكلام هذي والكلام هذي بشوس للتوينس الكل يقول انهم يقفوا اثبتت انه وراتا امر على امن الدولة الداخلي والخارجي كلام خطير جدا كلام خطير يعني بعد ما فهمت ذهل رجوع الى الوطن تعرف التامر على الوطن وخيانة الاوطان وكذا كذا رأي هذي تصل يعني عقوبتها الى في الاوطان معينة حقيقية هذي من اعدام يعني يعدم يعني إذا كان بشر خائن حقيقي إذا كان حائن وثبت أنه ثبت أنه خائن معناه تهمة ذي من الوزن مش الثقيل من الوزن معناها الذي لا يحتمل يعني من ثقله ولذا يعني وهذه حقوق الناس وسيد الرئيس يعني قال راني متحمل الأمانة والأمانة يعني في عنقه هو يعني عنق الناس في عنقه هو الآن يعني مصالح الناس وحقوق الناس والعدالة واضح فهمتني وان شاء الله ما يخيبش ظننا المره هذه ما يكونش هذه فشوش كما قلنا المره الاخرى ان شاء الله ما يكونش هذا فشوش طارق العليمي ظهر لي نفس السؤال ذا اللي باش نتوجه لك به اول مره نشوفه رئيس الجمهوريه في التايمينغ هذا في الوقت هذا يطلع ويوجه خطابه وكلامه للناس اللي توقفت على القله في الايامات هذيا يقول هؤلاء المجرمون ولا العصابات اللي عطلت البلاد واللي وقفت واللي كذا وكذا اليوم التامر على امن الدوله الداخلي والخارجي الكلام تقال كلام كبير قال حسن بن عثمان لا رجوع الى الوراء بعد وذا اللي ما نجموش بعد ما نقولوا كلام هذيا يثبت القضاء انه الدوسيات فارغه ولا الملفات فارغه وتوقف وسيبناه وسامحنا من الفوق كي يثبت القضاء انه الملف فارغ اي نعرف هذا هو الطرح هذا هو الطرح هي شو عملنا وجه مليح كي يثبت القضاء انه ملف فارغ ولا ملف ما يرتقيش الى التهم هذيا ولا ما يرتقيش الى الصفات هذيا شنو نعمل شنو نقول وقت شنو نوصفه غلطوني مثلا يقول شوف لقافيت بديت نهار السبت نحن اليوم نهار ثلاث صح باهي اللي قرينيه على مدارج كليه الحقوق نفسخوه انت تسال في الاستاذ طارق العليمي محامي رجل قانون لازم ينفسخ اللي قريته كل في القانون باش نجاوبك انا ما نحبش نفسخ اللي قريته في القانون الحقيقه القانون شي يقول عطيني يقول انه ثم سريه الابحاث يقول انه المحاكمات عادله يقول احترام حرمه المظنون في المشتكى به او المظنون فيه او المتهم تم انتهاكوني سريه الابحاث يقول انه ثم قرينه براءه وين قرينه البراءه وقت ساي قلت مجرمين وقلت مرتزقه وقلت خونه هي ويني قرينة البراء وين سرية الأبحاث راهو أنا نتكلم على عموم العباد كيما اللي تشد حارق ذو أحمر أنت تقول له مش حارق ويقول لك حارق كيما اللي سارق كيما اللي متآمر راهو نحكيه على إطلاقية الشخص راهو نحكيه على المواطن التونسي عامة بالتالي الحقيقة كلام كيما هكا أنا أقول إيه أما بعد شنو نفسخوا القراءة القانونية شنو المرحلة القادمة اللي تكون مثلا هوني المرحلة القادمة شنو نستنيوا القضاء يطلع واحد على النيابة العمومية مازالت الأبحاث طويلة وتاخذ أشهر طويلة إذا كان باش نمشيو على الجنايات اللي قاعد توصيف شنو نعملوا في الأبحاث شنو نعملوا في الاستنتاقات شنو نعملوا في أعمال حاكم التحقيق شنو نعملوا في الطعن في قرار حاكم التحقيق قدام دائرة الاتهام بعد كان باش نطلعوا به للتحقيق بعد كان باش يمشي للدائرة الجنائية ابتدائيا بعد كان باش يقع ستينيفو بعد كان باش يعاقبوه في هذا الكل شنو نعمل والناس اللي عملت ليد ولا ساقوا مثلا شنو نعملوا فيه واضح هذه من الحاجات اللي لازمهم يتقالوا من أجل تونس الغد من أجل تونس تحترم الحريات من أجل تونس تعاقب من يستحق من أجل قضاء مستقل وعادل ويطبق القانون ويحمي البلاد على الناس الكل لكن قبل هذا كل ثم إجراءات سليمة ومبادئ سليمة واستقلالية القضاء ومحاكمة عادلة وخلاف ذلك من المبادئ اللي ما نجمش نفسخهم الحقيقة بعد شوية نرجع نحكيو عليه بالكدا خالد عندك نقطة في الموضوع هذا ما حبيتهاش دخلت للطريقة هذه يا محمد كانت تنجم تمشي باريتاب أنا يعني كي تاريخي ورينا عزيزي نيلسون مانديلا وقت اللي خرج من الحبس وكل المشاكل واللي عملوا وهملوا عيط للعبيد وخاطر فما نيفو فوق يا محمد تو كيما قال لك طارق ترمي العبيد في الحبس وبعد تخرجهم ما عندهم شيء ولا تجيك ضغط من برا ويخرجوا معناها ما عادش فما مصداقيه واضح بعد شوي نحكيوا عليه ناخذ زاد بعض التسريحات اللي كانت توني في اف ام كان موجود اليوم مثلا جوهر بن مبارك في 90 دقيقه حكى فيما يعرف ب قضية التآمر ولا أنه إنسان يتواصل مع الخارج يقول هذا حق للمعارضة السياسية وكل من ينشط في الحق السياسي أيضا نحكي على الرضاب الحاج اللي دخل في إميسيون بوسيبل وحكي على طريقة إيقاف لزهر العكرمي ناخذ رأيكم بعد أحوال الكيسات راجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إي إف إم أحلى غدوة
يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم في البلاتو يحضر بعضنا اليوم حسنين حسن بن عثمان الاستاذ طارق العليمي والكابتن خالد التويتي في موضوع الايقافات. من بعد باش نحكيوا شويه على كل الايقافات الازهر العاكر كان نحكي على رضا بالحاج نسمعوه من بعد شويه, وايضا نحكيوا على ايقاف نور الدين بوتار والتنديد اللي صار من عديد الجهات باش ناخذ رايكم الفريق. لكن قبل نسمعوا مع بعضنا جوهر بن مبارك اللي كان ضيف خلود مبروك اليوم في 90 دقيقه, وكان الكلام على العلاقه بالخارج وانه التواصل بين بعض السياسيين والخارج. نسمعوا مع بعضنا توت سويت. بالنسبة للخارج لماذا وقع إيقاف الرومانة التركي؟ خلينا نفرق الرومانة. بالنسبة للخارج والتعامل مع الخارج ومع السفراء ومع المنظمات الدولية ومع الدول ومع الإعلام الدولي, هذا حقنا, حقنا كسياسيين نشتغلوا في الحقل السياسي. عندنا قضية ندافع عليها, قضيتنا هذه ندافع عليها قدام الرأي العام التونسي, وندافع عليها قدام الرأي العام الدولي, وندافع عليها قدام المنظمات الدولية. احنا كي نمشي ونقابلوا سفراء مش خيام برك يقابل سفراء بهدف ماذا؟ بهدف ان نعرفوا بقضية تونس وبقضية يعني الاختصاب بالعملية الديمقراطية في تونس. انا لما نقعد مع هذا الكلام تقريبا كان اتقال في برنامج 90 دقيقة. حسن بن عثمان سمعت التعامل مع الخارج ولا مع السفراء هو حق للسياسيين انهم يلتجئوا مثلا للخارج باش يعرفوا بالقضية واختساب الديمقراطية في تونس. القضية الفلسطينية القضية شنو يعني قضية اختساب الديمقراطية يعني القضية نحن في تونس حاب نعملوا لها تدوير يعني انا يعني ما نعرفش الكلام هذا. ربما يا اخي السياسيين هو قال لك نتقابل. لا وانت ناشط زاد سياسي. انا نعرف جيدا يعني وقت اللي بداوا قبل الثوره وقت اللي بداوا الناس يعني يمشوا للسفاره الامريكيه. وسالت في ذلك الاستاذ احمد نجيب الشابي قلت يعني زياراتكم كذا كذا, هي زيارات من بعد يعني اثمرت يعني ما اثمرت عليه ورينا ما هو حق لكل سياسي انه يتعامل مثلا ولا يلتقي ببعض السفراء ولا بعض الدول اللي تعرف سياسي شنو بالنسبه لي السياسي الرسمي يعني بالنسبه اليوم جوهر بن مبارك في جبهة هذه دولة رأي تونسية عنده وزارة الخارجية. دي كان سيدي جوهر بن مبارك عنده وزارة خارجية متاعه هو والداخلية متاعه هو صح ليه يعمل لنا علم خلنا نحيو معه العلم متاع سيدي جوهر بن مبارك. شنية الموضوع اليوم في المعارضة هو معجبات الخلاص القضية التونسية للتعريف باقتصاب الديمقراطية اللي صاير في تونس. وشنو اقتصاب الديمقراطية؟ وكان جي فما اقتصاب الديمقراطية راه سي جوهر بن مبارك ماهوش يتكلم في الإذاعات ويدور من بلاصة إلى بلاصة. شنو هل الشيء هذا اللي يقولون فيه أخي نحن بهايم هم يكلموا في الأحمرة؟ يا مان الديمقراطية فيضان عندنا ديمقراطية نحن على علمك. اليوم فيضان فيضان ديمقراطي عندنا فوضى ديمقراطيه عارمه مع رمرميه ايضا. مثلا الاستاذ رضا بالحاج مش هتركش الراي. استاذك انت رضا بالحاج مش استاذي وما ما قلتلكش استاذ قلت الاستاذ رضا بالحاج. اي استاذك اي مش هتركش الراي ما نحبش شطرني الراي وما شطرني حد شيء هذاك ماذا بيا خاصه انك النوع هذاك مش هتركش الراي على خاطر رضا بالحاج خاصه انك النوع هذاك قلت لك ولغ في البلاد ولغا شديدا هذا خملي من وقعة الثورة. اسمعني نعرف وانا بالقديه اسمع القليل شنو قال على ايقاف الازهر. ما نحبش نسمع بلادي كان تعفيني. لا لازم تسمع على خاطر انت تقول اليوم كان ما جاش فما مثلا اختصاب للديمقراطيه راه جوهر بن مبارك مش يدور من بلاتو لبلاتو جوهر وغيره شنو وريته اليوم باش تسمع الاستاذ رضا بالحاج شنو قال لك على ايقاف الازهر العكرمي مثلا من اسباب الايقاف. يعنيني امره صديقي الحقيقه صاحبي. لا باش تسمع رضا بالحاج شنو قال على سبب الايقاف باش تاخذ معنا توت سويت. يعطينا رضا بالحاج. تصور سي قيس سعيد هذا انسان معناها غير متوازن قاعد يتبع في الناس تتكلم في موزايك في كذا برا وقفوه برا وكذا على خلفيه تدخله في اي اف اف معناها جنة جنونه وقال لهم وقفوه. هذا جنة جنون قيس سعيد على خلفية تدخل الأزهر العكرمي في إيافة يعني بسبب تصريح إذاعي ولا حضور إذاعي وقفوا. يا أخوي أنا ماذا بي أدعو من هذا المنبر إلى عرض يعني سيري ذاب الحاج ومعه قيس سعيد أو غيره من الذين يعني يتهمون أن جنة جنون عندنا مستشفى يعني العسكري يتلهي بهذا عندنا مؤسسة عندنا دولة راهو أي. مش أي واحد هذا محامي يصور روحه محامي ولا طبيب نفسي ولا يعني يحلل الآخرين بأنه جنة جنون وقال لك فاقد التوازن. هذا يستحق باش يتسمى سياسي؟ هذا يستحق صفاته في البلاد؟ هذا يعفنوا في الكلام مش انا توا انا يهمني الكلام في تونس واذا كانت عفن الكلام دمرنا وهذا يعني يساهمون في تعفين الكلام. محتوى الكلام اللي سمعته مثلا مستوى محتوى فاسد وسيء جدا ويعود على وجه صاحبه.
به. هذا مش علي بالنسبه لي اللي صار قال الكلام هذا هو الانسان غير المتوازن، وهو الانسان الذي جن جنونه لانه نحوم السلطه. نحوم السلطه ذاك تيماو يعني دب ذاك شويه من السلطه مع نبيل القروي وبالبشبوج وبشبجوا علينا لمده معينه، ثم الحمد لله ربي رفع علينا بلاءهم وان شاء الله يرفعوا نهائيا. هذه كان راي الاستاذ رضا بالحاج، هاك سمعتوا شنو قال؟ يا ودي ما عادش تكرر لي الاسم هذا. به الاستاذ طارق العليمي كان حكى ايضا في طريقه الايقاف على الاجراءات اللي صارت في ايقاف الازهر العكرمي، بما انه الازهر العكرمي استاذ قال فما اذن لازم يصير من العميد المحامين ظهر لي باش يدخل، ولا فما اجراء مع المحامين يصير؟ قال ما تمش احترامه في النقطه هذه مثلا. انا نحب نكمل في نفس التوجه اللي نحكي فيه دائما، وهو احترام القانون والقاعده الاجرائيه. كما كنت قبليك انه التوصيف قبل اتمام الابحاث واصدار القوانين راهو ما يجيش، اليوم زاد نقولوا لازمنا نحكم على الملفات بمحاضرها واللغه اللي زين زاد يجي واحد يتكلمك في القانون نتاعنا. قلت لك نحكيوا على الموضوع بما هو موجود في المحاضر. الاشكال شنو اللي خرج اولا الاشكال الثاني تنحكي لك على الاول على مستوى الاصل، لانه ما عندناش خبر رسمي من السلطه الرسميه المتعهده بالملفات اللي هي السلطه القضائيه باش تقول لنا شنو تعمل، شنو الاتهامات، شنو الاجراءات، وشنو اللي حصل باش تنجم تناقش الخبر وفق رده فعل المحامي النائب في الملف وفق السلطه اللي هي موجوده. امهات القضايا نعاود نقول في العالم الكل رمي يطلبوا نقاط اعلاميه للتفسير لعموم العباد، شنو الاجراء اللي عملته، شنو الصحيح من الغلط في اللي عملته. خلينا نفهموا ما هي هذه التهم. اليوم كيخرج رئيس الجمهوريه يقول هي. ما يعتبرش توضيع هذا طارق العليمي. ما انا ديما نحكي لك على السلطه القضائيه المتعهده بالملفات قياسا بانه كل شخص يحاكم بابحاث واحكام باته تدينه ولا تبرئه. ما عندنا سلطه قضائيه ولا في الاحوال الكل، ما صارت لقافات من نهار السبت ولا ما ومن بعد قلنا هذا حق عام وهذا طبيب اموال وارهاب وهذا خلاف. ويني السلطة باش تفسر لنا من أجل ماذا باش نفهموا التهم؟ أو قال لك السلطة خطاب الرئيس يعني بس فسر لي قال لك فما عصابات وأذروا بالبلاد وأشياء من هذا القبيل. تو إذا كان تكلم الرئيس ندينوه، وإذا كان ما تكلمش ندينوه. يعني بصراحة نتوازن قليلا أيضا في مقاربة مثل هذه الموضوع ونسايسوا على البلاد يا أخوي يهديكم. شيء يعني إن شاء الله يعني يطلعوا لباس هم اللي شدوهم، إن شاء الله أنا بالنسبة لي إن شاء الله يخرجوا براءة. إي لكن هاو شدوا من القانون، إي نضحوا من أجل البلاد هذه بيه يا اخي شيء الناس مو شنو فما بشوية نهدأوا شنو الناس كل يعني جادة عطير على بعضهم. يا لطيف كم تعفن الصراع السياسي في البلاد يا لطيف. متعفن صراع سياسي جدا من سنوات تعفن ورائحته كريهة زيادة من سنوات ولوته منحطة من سنوات مش من اليوم. تم بعد شوية نهدأ هذا كزيد خلي يكمل تارق في 30 ثانية ونرجعوا له بعد. اي ميسج الحماية الإجرائية هي للناس كل روان. اليوم كي ندافع على حماية إجرائية راني ندافع على حماية إجرائية للشخص اللي وراه حزب وجمعية ومنبر إعلامي، ومن خلفه هو راك تدافع على الحماية الإجرائية للمواطن العادي اللي ما وراه حتى واحد. راهو في احترام الإجراءات، احترام لإجراءات التقاضي نتاع المواطن العادي. لأنه اليوم نحن نحكيه على هذوما لأنه ثم بعد سياسي صحيح، ولكن القى حزب وراه والقى جمعية وراه زاد المواطن العادي يتارك. مش اليوم يقول لك نحن القانون علينا كيف كيف، المواطن العادي يقول فمه يقول لك القضية يقدمها هنا مش نفسه يقدمها سياسي. إجراءات سواء طالب ولا مطلوب، مدان ولا مدين، لازمنا نحترموه. كي نحترموا الاجراءات راهو نوصلوا الى نهايات سليمه على مستوى النطق بالحكم. هذاك علاش نقول لك انا راهو السلطه القضائيه المتعايده بالملف هي اللي لازمها تتكلم على الملف، تعطي التهم وتعطي الاجراءات باش نفهموا على ضوء شنو اللي موجود في الملف. مثلا وتو من بعد نرجعوا كي سمعنا اليوم مثلا الاستاذه دليله مصدق الحقيقه ثم فيما يتقال بالنسبه لعمليه ايقاف. اي من بعد شوي باش نسمعوا الكلام اللي قالته الاستاذه دليله مصدق. في ساعتنا الثانيه نحكيوا ايضا كره قدم، نحكيوا على محمد المكشري يعود للنجم الرياضي الساحلي وملف الترجي والمريخ السوداني. احوال الكياسات او احوال الطقس توت سويت والاخبار مع ملاك ورجعين.